بدأ الحراك السياسي الجديد في الرابع عشر من فبراير للعام الحادي عشر بعد 2000 الميلادي، وها هو ينهي عامه الثالث في قوة وعنفوان. وقضى هذه المدة بلا توقف ولا فتور، واستمر كما بدأ وبدرجة تتعالى، استمر على عزيمته وصموده واندفاعته رغم ما كل موجه به من قسوة وعنف وبطش وتنكيل. وهو اليوم محطة مهمة جدا من التاريخ السياسي في البحرين، وله من القوة والحضور والسعة والانتشار والتركز والفاعلية والتضحيات والآلام ما يجعله شاهدا ثابتا من شواهد تاريخ هذا الوطن، وصفحة لا تنسى من صفحات الظلم المستمر الممارس في حق هذا الشعب والكفاح الدائم كذلك في وجه هذا الظلم. وللحراك السياسي المتصاعد الذي بدأ قبل 3 سنوات من القابلية الهائلة ما يرشحه للإسهام الفاعل في الدفع بالواقع السياسي المنحرف إلى الطريق الصحيح، وأن يتطور على خط العدل والرشد والمساواة واحترام قيمة الشعب، وبخطوات سريعة متتالية لا جمود فيها حتى حدوث النقلة التي يسابق بها الوطن أصلح النماذج السياسية في الأرض من غير انتظار زمن طويل، إذا بقيت العزائم هي العزائم والعقلانية هي العقلانية والرشد هو الرشد والسلمية هي السلمية والصمود هو الصمود، وكان استحضار فاعل دائم لقيم الدين وأحكام الشريعة، وكان المقصود رضا الله العزيز الحكيم. ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس، ثورة ثورة حتى الناس. كلف هذا الحراك الكثير ولا يمكن أن يقنع بالقليل، فكما كثر بذله لا بد أن تكبر نتائجه، ولا يمكن أن يقبل بنتائج تافهة هي أقرب إلى الهزل، ولا حلول مازحة مغررة وما يسكت الأطفال. نتائج من هذا النوع ليست عملية ولا منصفة، ولا ينبغي أن يفكر بها أحد. المطلوب إصلاح حقيقي، والإصلاح الحقيقي له لون وطعم ورائحة وحقيقة واضحة متميزة. وإذا كان هذا الإصلاح على خط الديمقراطية كما هو المطروح عند الشعوب والحكومات اليوم، فلا ديمقراطية إلا بانتخاب حر مكتمل الشروط للمؤسسة التشريعية المستقلة التي لا يضايق حريتها صوت واحد معين ولا يشاركها في التشريع. من دون هذا لا بداية صحيحة للديمقراطية ولا أساس لها. والحاكم الأول في قضية الحراك جماهيره العريضة، وهي المرجع في الموافقة وعدم الموافقة على أي حل مقترح، ولها الكلمة النهائية في ذلك. النخبة أعطت للحراك كثيرا، وأصابها من قسوة السلطة وعنفها الكثير الكثير، ولكن تبقى الجماهير العريضة هي الوقود الأكبر والأكثر في الحراك، وهي التي تمتلئ بها الساحات وتتلقى الرصاص ويتوالى منها الشهداء، وتعاني من المآسي اليومية، وتقدم القربان بعد القربان، وهي التي يعني رفضها لأي حل سقوط ولأي اتفاق فشل. وأنتم هذه الأيام في ذكرى محطة هي الأهم في مسيرتكم المطلبية الإصلاحية، ويوم السبت تنتظركم مسيرة كبرى
يراد لها أن تكون لافتة ومعبرة بأكبر طاقة ممكنة وبأكبر عدد ممكن وبأرقى أسلوب يتوفر وفي سلمية تامة. ذلك لتسجلوا في تاريخكم المجيد أكبر حضور من أجل الحق، ولتعلنوا للعالم أجمع عن إصراركم على الإصلاح، وأنكم ليس الصوت الذي يمكن أن يهمل أو يستغفل في هذا العالم. كلما جاء حضوركم واسعاً وقوياً وأكبر من كل التوقعات حجماً وانضباطاً وتوحداً وجدية ووعياً وتركيزاً على المواعين وتركيزاً على المطالب والتزاماً بالخلق العالي واللفظ النظيف وأبعد عن العنف وأعمال التعدي والإتلاف، فرضتم احترامكم واحترام مطالبكم على العالم، وكنتم أقرب إلى إنجاز ما تتطلعون إليه. ولا تقتلوا حراككم بالتخلف والقعود عن مثل هذه المشاركة، ولا تقبلوا بالوزن الضئيل لمسيرتكم فتستخف بكم الجهات المختلفة. كن نصيراً للحق لا خاذلاً له، معه لا عليه ولا متخلياً عنه. لا تقف على التل وتنتظر نتائج رابحة. ابتغوا الخير الذي يحبه الله ويدعو إليه لكل الشعب ولكل الناس. لا تستجيبوا لحس طائفي مفرق. لا تريدوا ظلماً لأي فئة من فئات المجتمع. لا تدخلكم عصبية جاهلية لتعصب متعصب واستفزاز مستفز وبداءة بديء واعتداء ذي عدوان. كونوا المثال النموذجي الكريم الذي يحتاجه الوطن وتحتاجه الأمة وتحتاجه المجتمعات وكل الناس. وإن على الشعب في مسيراته واعتصاماته مسؤولية، وعلى السلطة مسؤولية أخرى. وقبل ذلك كان على السلطة ألا تدفع الشعب لمسيرة أو اعتصام ولو واحد مضطرا بسبب ما تعامله به من تهميش وتحقير واضطهاد وعزل عن موضع القرار. وبعد أن كان ذلك منها، وهو أن اضطهدت وظلمت وعزلت، فإن من مسؤوليتها ألا تقف في وجه مطالبته بحقوقه، ولا تقمع تحركه للإصلاح باستعمال البطش وإعمال القوة الظالمة، ولا تمنع ولا تعطل ولا تعرقل له مظاهرة أو مسيرة أو أي فعالية سلمية احتجاجية أو تواجهها بأي نوع من أنواع السلاح. سيري أيتها الجماهير المطالبة بالحق والعدل والإصلاح والتغيير على هدى الله وفي توجيه دينه وعلى بركة من عنده، راشدة مفلحة ناجحة. اطلبوا نصر الله بنصر دينه والتزام أمره ونهيه ينصركم ويثبت أقدامكم ويقر أعينكم بما تطمحون من عز وكرامة وانعتاق. اطلبوا رضاه والتزموا منهج دينه الحق يعجل لكم الفرج الذي تتطلعون إليه. وأذكر أن من لا يعطي للدين والعدل والحرية واسترداد الحقوق بضع ساعات لمسيرة يراد لها أن تشهد للحراك الإصلاحي على مستوى العالم في هذه المحطة المهمة من محطاته، وهي ذكرى انطلاقته مع قدرته على المشاركة،
فهو غير جاد في موقفه من نصرة المطالب العادلة، وكأنه لا يهمه شيء من أمرها. وهذا أقل ما يمكن أن يقال عن هذا الموقف السلبي المتخاذل.